المهندس هيثم إبراهيم، المؤسس المشارك والمدير التجاري لشركة علاجي، خبرة تزيد عن 17 عاماً في بيئات الأعمال الدولية. ساهم في تطوير التجارة والأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات مع آي تي ووركس. مهندس هيثم إبراهيم، اللي عملت أو سديت ثغرة كبيرة جدا في علاقتنا بالدواء. يعني إحنا مبسوطين إنك معانا النهاردة عشان أنت ساهمت في إن المعاناة تقل. الأول خليني أعرف، تطبيق علاجي ابتدى إزاي؟ يعني كانت فكرة ولا إزاي حصل لك دعم ومساعدة؟ وخصوصاً إحنا النهاردة بنتكلم عن صيدلي وضيفنا مهندس، فلازم تفهمنا إزاي الهندسة خدمت مهنة الصيدلة. تمام، هو الموضوع جه من مشكلة شخصية. يعني كلنا في بشكل أو بآخر حد في عائلتنا مريض بنحتاج له دواء. فأنا والدي مريض بمرض كده، عنده بناين مننجيوما، حاجة تيومر في المخ. إن أنا ألاقي الدواء بتاعه والخدمات اللي هو بيحتاجها ساعات بتاخد وقت. يعني دوري على الدواء في صيدلية واثنين وثلاثة لحد ونكتب على السوشيال ميديا ونسأل الناس لحضرتك والتويتر بقى والفيسبوك وحد عنده بالظبط. المشكلة هنا إن الأزمة بتعمل أزمة. يعني أنا لو مش لاقيه وأول ما هلاقيه، هو والدي محتاج علبة أو اثنين، أنا هجيب خمسة هجيب ستة، غيري اللي ما يلاقيه هيلاقيه بالظبط كده، مع ان انا عندي ستوك. وعارف حضرتك يا باشمهندس الحكايه دي حصلت قوي وقت كورونا، لما ابتدت الناس تخزن فيتامينات وتخزن بالزبط. ادويه وعملنا ازمه بالظبط. فالبيرسونال بروبلم دي خلت انه طب ليه ما نحلهاش؟ مهندس، طيب ما نعمل برنامج يخلي المريض يقدر يصور روشته. انا لو صورت روشته والروشته دي راحت للصيدليات اللي حواليا، الصيدلية اللي عندها تقول لي عندي بكذا وتبعتولي لحد البيت، او انا اروح اخده بالصيدلية ببساطة شديدة. اوكي، توفر وقتي وفي نفس الوقت تسهل، ما يبقاش حصولي على الدواء حاجة هفكر فيها كذا مرة.